الوطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. وبنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. يا بتطير الحقها وما تطيرها، بحرك ما بدها تفكير، وانا فرصتي اجتني وهفتح حساب توفير، وصل اربح 10 أضعاف رصيدي كل 10 أيام، او اربح 250,000 وتتحقق كل الاحلام، ممكن اربح كل يوم 1,000 دولار لما الفرصة تجيني مع فرصتي من بنك الاستثمار الفلسطيني. انا لما ينزل الراتب وحسابي مضمون، ممكن أكون سعيد الحظ اللي هيربح 250,000. أنا فرصتي بتغير حياتي، فتحت حساب لأولادي، حكيت للحبايب وإخواتي ولأبوي وإمي وحماتي، حساب فرصتي ممكن يغير لحياتي وسنيني، حساب فرصتي من بنك الاستثمار الفلسطيني. افتح حساب توفير فرصتي إلك أو لأحد أفراد عائلتك، أو أودع بحسابك بقيمة 100 دولار أو ما يعادلها. لا تدخل السحب على الجوائز، يبدأ السحب على الجوائز خلال شهر 6 ويستمر حتى تاريخ 20/12/2023. حساب التوفير فرصتي ممكن يغير لك حياتك، خاضع لشروط الحملة. بنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية، وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. اليوم الأربعاء، ويوافق 13 من شهر أيلول للعام 2023. معكم في الأعداد والتقديم أنا رشا حسوني، والتحية للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة ومحمود معطن. تتابعون الآن على وطن أف أم على موجتنا العاملة على التردد 99.2 أف أم، وعبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، وعبر البث المباشر على صفحة وطن على فيسبوك. نشرة وطن الاقتصادية تأتي برعاية شركة سند وشركة النبالي والفارس للعقارات وبنك الاستثمار الفلسطيني. إلى العناوين: بسمة يحيى الفائزة بجائزة 100,000 شيكل السابعة من البنك الوطني. وفي ورقتنا الثانية، وزارة الاقتصاد تدمغ نحو 1.5 طن من الذهب خلال الشهر الماضي. وفي الثالثة الأخيرة، استقرار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتراجع الين. من العناوين متابعينا الكرام إلى التفاصيل ضمن حملة حسابات التوفير للعام الجاري 2023. فازت المدخرة لدى فرع البنك الوطني في طول كرم بسمة يحيى بجائزة 100,000 شيكل السابعة. بسمة يحيى تؤكد أنها ستخصص هذه الجائزة لتعليم أبنائها. نتابع المزيد في التقرير التالي. جائزة 100,000 شيكل، مبروك مبروك يا بسمة. رسمت الابتسامة على وجه بسمة يحيى من مدينة طول كرم، والتي تعمل في حضانة للأطفال، بعدما فازت بالجائزة الشهرية السابعة من البنك الوطني بقيمة 100,000 شيكل. بسمة أكدت لنا أنها ستخصص الجائزة لتعليم أبنائها وتأمين منازل لهم.
أول ما جيت على البنك هون استقبلوني استقبال الرائع الحلو، شكراً لهم، وخبروني أني ربحت أونصة وكنت سعيدة فيها الحمد لله، وتفاجأت الحمد لله أني رابحة في 100,000. إن شاء الله ناوي أبني لأولادي وأكمل تعليم بعضهم اللي ضايلين. تهدف الحملة لتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين الفلسطينيين، وتستهدف مختلف الفئات بمن فيهم الأطفال، الذي يوفر لهم البنك برنامجاً خاصاً باسم خطوتي. بنبارك اليوم للست بسمة من طول كرم، هي الرابحة الأولى من مدينة طول كرم. بنقول لجميع أهالي طول كرم اللي موجودين اليوم معنا، وفروا زي الست بسمة عشان تكونوا أحد الرابحين في الجوائز القادمة مع البنك الوطني إن شاء الله. وكان البنك الوطني قد أطلق حملة حسابات التوفير بداية العام الجاري، إذ يتيح الفرصة لأي مواطن بالدخول على سحب الجوائز القيمة، والتي تتضمن السحب على ليرة ذهب يومياً وأسبوعياً أونصتين و100 ألف شيكل شهرياً. أما الجائزة الكبرى فيتم فيها السحب على بيت وراتب وسيارة مرتين، وتنتهي الحملة نهاية عام 2023. أهلا بكم مجددا متابعين الكرام. البنك الوطني مستمر في تقديم الجوائز ضمن حملة حسابات التوفير للعام الجاري 2023، وهي حملة التوفير الأضخم على طبعا تاريخيا التي يطلقها البنك الوطني تاريخيا منذ تأسيسه وحتى العام الجاري. هذه الحملة فيها جوائز متعددة، منها جوائز يومية ليرة ذهب، يجري السحب على ليرة ذهب يومياً، وأونصتين ذهب أسبوعياً، وأيضاً 100,000 شيكل شهرياً، وجائزة كبرى مكونة من بيت وراتب وسيارة. تم طبعاً لفائزين اثنين تم السحب على الجائزة الكبرى الأولى، وسيتم السحب على الجائزة الكبرى الثانية، بيت وراتب وسيارة، نهاية العام الجاري 2023. كيف لعملاء البنك الوطني أن يستفيدوا من حملة التوفير ومن جوائز حملة التوفير؟ بإمكانهم سواء أصحاب الحسابات الحالية أو الجديدة الدخول على السحب على الجائزة، شريط التوفير رصيد الحد الأدنى في حساب التوفير 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. إلى ورقتنا الثانية، وفيها وزارة الاقتصاد تدمغ طناً ونصف الطن من الذهب خلال الشهر الماضي. في التفاصيل، دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد خلال الشهر الماضي قرابة طن ونصف الطن من الذهب بعد فحصها والتأكد من عياراتها القانونية. بيّنت المديرية في تقريرها الشهري وصدر اليوم الأربعاء أن إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية قبة الصخرة بلغت 2 مليون شيكل تقريباً، بنسبة تغير طفيفة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بمبلغ 2,170,000 شيكل. هذا وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آب ارتفاعا قدر ب 10% بقيمة 1,940 دولارا مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ بلغ 1,750 دولارا. إذن الارتفاع الحاصل خلال عام على سعر أونصة الذهب كان أو جاء على نسبة 10%. في ذات الشهر شهر آب من العام الماضي كانت الأونصة تباع ب 1,750 دولار، في شهر آب من العام الجاري 2023 الأونصة تباع ب 1,940 دولار.
وأيضا أظهر تقرير مديرية المعادن الثمينة أن طبيعة المشغولات التي دمغت خلال الشهر الماضي في معظمها مشغولات ذات طبيعة ناعمة وهي الأكثر جمالا وأيضا عالية الجودة، وهذا يدلل على أن قطاع الذهب يتجه إلى منافسة المصوغات الأجنبية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على فرص التشغيل وإمكانيات التصدير أيضا لهذا القطاع الواعد. ويلعب ختم المعادن الثمينة قبة الصخرة وفقاً لتقرير المديرية ووفقاً أيضاً للقاءات سابقة لنا في نشرة وطن الاقتصادية مع مديرية المعادن الثمينة يشكل أو يلعب دور مهم جداً وحاسم للمواطنين من حيث ضمان أصالة العناصر التي يشترونها وأيضاً جودتها وقيمتها، ويساعد في الحفاظ على الثقة في سوق المعادن الثمينة ويسهل التجارة والاستثمار في هذه المعادن القيمة. تدمغ مديرية المعادن الثمينة سنوياً متابعينا الكرام ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية، ويعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها أيضاً نحو 577 مصنعاً ومحلاً تشغل ما يقارب 3000 عامل. وفي ختام التقرير الصادر عن مديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، دعوة للجمهور وللمواطنين ولعموم المستهلكين إلى الحصول على فاتورة على شهادة ضمان فيها تفاصيل أو تتضمن تفاصيل الصنف والعيار والوزن والبيان وسعر الصنف والسعر الإجمالي والعملة واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، وأيضاً دعوة للتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات إضافة إلى نوع صناعة المصوغ كان محلياً أو أجنبياً. إلى ورقتنا الثالثة فيها استقرار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتراجع الين. استقر الدولار على نطاق واسع قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من نهار اليوم الأربعاء رغم ارتفاعه أمام الين الياباني. وبحسب شبكة CNBC الاقتصادية، فقد استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة عند 104.61 بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع يوم الاثنين الماضي، وسجل أكبر انخفاض يومي له خلال شهرين ماضيين. العملة الأمريكية الدولار صعد بنحو 0.2% إلى 147.39 مقابل الين الياباني. هذا أيضا واستقر اليورو وسجل أعلى مستوى له أو أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة الماضية، مع ارتفاع التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة قبيل إعلان قرار السياسة النقدية الأوروبية. فيما يتعلق بالفيدرالي الأمريكي، المركز الأمريكي من المتوقع ومن المنتظر طبعا أن يصدر قراره في وقت لاحق من نهار اليوم الأربعاء فيما يتعلق برفع سعر الفائدة على الدولار أو إبقائه على ما هو عليه حاليا. أتوقف وإياكم متابعينا الكرام عند أسعار صرف العملات كما جاءت عن بنك فلسطين لهذا النهار. نبدأ بالدولار الأمريكي، سعر الشراء جاء بثلاثة شواقل وثمانين أجورة، سعر البيع جاء بثلاثة شواقل وإحدى وثمانين أجورة.
إلى الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي. سعر الشراء جاء بخمسة شواقل وخمس وثلاثين أجورة، سعر البيع جاء بخمسة شواقل وثمان وثلاثين أجورة. إلى اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي. سعر الشراء جاء بأربعة شواقل وثماني أجورات، سعر البيع جاء بفارق أجورة واحدة، جاء بأربعة شواقل وتسع أجورات. أخيراً إلى الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي، كلاهما سعر الشراء كما سعر البيع جاء باثنتي عشرة أجورة. قبل الختام متابعينا الكرام، عودة وتذكير بعناوين نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، وكان فيها بسمة يحيى الفائزة بجائزة 100,000 شيكل السابعة من البنك الوطني. وفي الثانية، وزارة الاقتصاد تدمغ نحو طن ونصف الطن من الذهب خلال الشهر الماضي. وفي الثالثة الأخيرة، استقرار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتراجع الين. إلى هنا انتهت حلقتنا من نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار. أشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحياتي أنا في الإعداد والتقديم رشا حسوني، والشكر موصول لزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة ومحمود معطن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. وبنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان.